والله. حقيقة ما حصل في محافظة ديالى خرق أمني كبير، تتحمل مسؤوليتها القيادات الأمنية الموجودة في المحافظة وكذلك الحكومة المركزية بسبب الإخفاقات المستمرة في إدارة الملف الأمني في محافظة ديالى والتغييرات المستمرة في جهاز الاستخبارات الذي خلال 8 أشهر تقريبا 5 مدراء يتم تغييرهم. تقوم هذه العصابات وهي مجاميع صغيرة باستهداف قواتنا الأمنية وتستطيع أن تصيب الأهداف بنجاح للأسف وسط شلل حقيقي للقوات الأمنية بالعمليات الاستباقية الاستخبارية أو ردة الفعل بعمليات حقيقية وكمائن تنصب لهذه المجاميع التي تستخدم حاوي العظيم أو المناطق الأخرى المحيطة في محافظة ديالى بشن هجمات على النقاط الثابتة. ما يجري في محافظة ديالى حقيقة عندما نسمع أن هنالك سرية من الجيش العراقي يوجد في مقرها 11 مقاتل فقط، فهذا يستدعي الانتباه إلى أن هنالك فساد إداري يضاف إلى التخبط الأمني الموجود والإدارة الفاشلة للقوات الأمنية. فعلى القائد العام للقوات المسلحة أن يعلم جيدا أن هنالك فساد كبير في هذه المؤسسة الأمنية التي تعتبر هي الحصن الذي يدافع عن العراق ويدافع عن المحافظات ويدافع عن الشعب العراقي. بالإضافة إلى ذلك التغييرات الغير مدروسة والقيادات الغير مهنية وعدم وجود متابعة ميدانية من قبل أمراء الألوية في ناحية العظيم تسبب بهنالك خمول، هنالك إهمال، هنالك حقيقة عدم اهتمام بهذا الملف استغلتها هذه العصابات. طبعا متسللة هذه العصابة قبل الليل وتختبئ في المناطق، تعلمون أن هنالك مناطق يعني مهجورة تم استخدامها من قبل هذه العصابات لرصد المقر ومن ثم تنفيذ الهجوم في ساعات متأخرة من الليل، راح ضحيته للأسف كوكبة من الشهداء من المقاتلين. والنتيجة نسمع استنكار ونسمع شجب وإدانة من قبل القائد العام للقوات المسلحة وكذلك وزير الدفاع، وهنالك وفد أمني جاء إلى محافظة ديالى، وأنا أعتقد أن الأمر سيمر وكما تعدت كثير من الخروقات الأمنية التي حصلت في محافظة ديالى، ولا نرى حل حقيقي وميداني لما يجري في محافظة ديالى للأسف. تمام.